بموجب الحركة الأخيرة في سلك الولاة والولاة المنتدبين التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أشرف اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد على تنصيب علي مولاي واليا لولاية تيباز بحضور إطارات الولاية والفاعلين المحليين. وبالمناسبة شدد وزير الداخلية على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل التكفل بانشغالات المواطنين باعتباره أولوية الأولويات. المواطن ثم المواطن ثم المواطن أينما يوجد، التكفل به بحاجياته من ناحية التغطية الصحية، من ناحية المدرسة يعني في ظروف في أحسن ظروف، النقل خاصة المناطق الريفية. نحن متواجدون هنا على مستوى آخر، لا لشيء فقط، لتحسين أوضاعه، لتحسين الظروف التي يعيش فيها، لإزالة المعاناة التي يواجهها. كل شيء ممكن ما دام فيه سياسة محكمة في تشجيع من قبل السيد رئيس الجمهورية، وفيه متابعة دؤوبة من قبله. الأطر راهي موجودة وستتحسن أكثر فأكثر، يبقى المبادرة.